المعتصم مملوء حقدا، مملوء ضغينة، مملوء كره لآل البيت، فأمر أم الفضل أن تدس السم للإمام الجواد عليه السلام. بس هذه بعد من أي بيت، من أي أسرة، يتوارثون الحقد وراثة ويتوارثون الكره والبغض. سبحان الله، هيئت الأمور أن تدس السم للإمام الجواد وهو في ريعان شبابه. لكن هيئت بعض المقدمات ما خلت واحد بالبيت يبقى. كم جارية عدها طلعتها، قالت لهم نروح للبيت. اسلوب، هذا اسلوب تخطيط مؤامرة. الغلمان طلعتهم، ما خلت أحد. هيئت السم للإمام ودست السم للإمام وغلقت الأبواب وخرجت. بقي الإمام لوحده، إمامنا الجواد عليه السلام، بقي بمفرده إمامنا الجواد، وبقي يشتد عليه الحال شيئا فشيئا. أجركم الله، إمامنا الجواد عليه السلام بعد أن اشتد السم في بدنه وأخذ يلوج من السم يمينا وشمالا. أجركم الله، أينما يلتفت وهو على فراش المرض لا يجد أحدا، لا يوجد أحد يعينه ولا يوجد أحد يسكن ألمه ولا يوجد أحد يسقيه شربة من الماء أو يأتيه بطبيب أو يأتيه بعلاج. بقي الإمام على هذا الحال وهو على فراش المرض لا يستطيع الحركة ولا يستطيع القيام. أجركم الله، ثم اشتد الحال بإمامنا الجواد وانتشر السم في بدنه. إمامنا الجواد بقي وحيدا فريدا، إمامنا الجواد ممدودا على الأرض لا يستطيع الحراك. أجركم الله، ثم مدد رجله وأسبل يدي وتشهد الشهادتين. أين الصارخون وإماما؟ ارفع لي إيدك، ارفع لي صوتك. أين المنادي ومظلوما؟ خلّى سمعك، خلّى سمعك. أين الصارخون ومسموما؟ ظل نايم طريح شلون محتار. خلي أقرأ لك هالبيتين، ها، لطلب الحاجة، ثم أقرأ لك مصيبة الإمام. ظل نايم طريح شلون محتار، والله محتار طول الليل وحده يون بالدار. بس صلى الفجر وتقبل ودار، راسه عدل ومدد الرجلين. يا ناياس ضعفت مهجته بونة شديدة، حين التوى عند الموت جيدة، عدل رجلي يا ويلي ومدد ايده، عدل رجلي يا ويلي ومدد ايده. تشاهد شهق مات وفرق البين، اويلي سمته وطلعت من الدار، وظل وحده يعالج ليل ونهار، عقب موته ليهل دموع نعبار. ثلث ايام جسمه بلا دفنته، شيعته
لما اندروا بعد 3 أيام بقي على سطح داره، اجوا يمه بحنين ولطم على الراس، اجوا يمه بحنين ولطم على الراس، طلعوا بالجواد وفزعت الناس. لما انغسلوا صاحب النوماس حفوا بالقبر كلهم حزنين. أجركم الله إمامنا تشهد الشهادتين، مدد رجله أسبل يده ثم أغمض عينيه يا 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 يا. أين الصارخون وإماما؟ أين الصارخون وجوادا؟ أين الصارخون ومزموم؟ جاء الإمام الهادي عليه السلام وتجهز لأبي، غسل والده، كفنه، ثم شيع الإمام ودفن بجوار جده موسى بن جعفر. مو عادة الميت تحضر كل هلا. وحسينا مو عادة الميت تحضر كل هلا، وعلى رد الصوت كلها مهرولة. هذا جايب ماي، هذا يغسله، ذاك جايب جفن، هذا يجفنه. هاي عادة الما جروها بكربلة. أحد المؤمنين قبل لا أصعد المنبر ترجانا أن نقرأ هاي الأبيات، ومثل ما ترجاني أقرأ هاي الأبيات أنا أترجاكم تقروها وياي. نذكر أبونا ومعلمنا ومربينا سيد جاسم رحمة الله عليه. هاي الأبيات اللي تعلمناها منه وحفظناها منه وعلمنا عليها هذا الأب وربانا عليها وثقفنا على هاي المحبة. خل نقراهن طلب للحوائج، خل نقراهن طلب للفرج، على حب سيد جاسم رحمة الله عليه وعلى حب الإمام الجواد اقروهن. وتقربت لي وتقربت لي سمعت يوين أشوفك تبكي ما تقرأ. يلا بويا، يلا شباب لا تستحون، يلا شياب، يلا كبار صغار لا تستحون. أبو عباس طلعنا اليوم، الحجي طلعنا من بيته هو مريض وعليل. أنا البارحة زرته عنده جلطة، قلت له تعال، ثم تعالوا للمجلس، تعالوا حضروا المجلس ودقوا باب الله، وانتم شيبة دقوا باب الله وتوسلوا بالإمام الجواد، وهم مرضى اجوا للمجلس، لا تنسونهم من الدعاء. يلا بويا على حب الجواد، يلا يا اهل الاحرار، يلا بويا. هاي ونة العراق، هاي ونة سيد جاسم. وتقربت لي سمعت وين، وتقربت لي ولقيت الولي متوسد. السمعون الحنة مال أمهاتكم، السمعون الونة مال أخواتكم، تسمعون هذا الألم مال بناتكم. يلا على حب الجواد اقربوا. ولقي ما هو جرح واحد وداوي، اشد يا جرح يا جرح. هاي شويه توجع، هاي الامام صاحب الزمان يسمعها. الحسين شي يقولها؟ خويك الجريح بعضا يعوفي، عوفي
بس جرح اللي بقلب عينك عليه وبهدايا زينب دشدي. هذا هواي مؤلم. هذا فد يوم اقرا يم احد العلماء ترجاني اقرا له هذا البيت. قلت له ليش؟ يقول لي هواي مؤلم هذا البيت. هذا يحكي عن حال زينب. اي والله وعتبه ونين ساكن البيت ونين ساكن البيت وعتبه. اي والله وعتبه الشمر ترضى يعتبي خويا الشمر ترضى يعتبي وعتبه اريد اصل ابو فاضل. اي الظاهر الاخت اذا عتبت على اخوها هواي عتبها يؤلم. انا ونين ساكن البيت والله وعتبه الشمر ترضى يعتبي الشمر ترضى يعتبي وعتبه اريد اوصل اريد اصل ابو فاضي وعتبه واقول لك عد وشوف الصار بي. هذا البيت لكل امرأة مؤمنة شريفة وعفيفة، لكل امرأة تعتب على اهلها وعلى اخوتها. كان زينب تقول يا محلى الاخت لو عد اخوها والله لو عد اخوان وتقعد بفيهم وين ما جاء. يا الله يا الله. بويه شيعة آل البيت أهل الأحرار حافظوا لي على قعدتكم 5 دقائق. شباب أهل القناة رادلنا دقائق للقصيدة بارك الله فيكم. شوفونا الإخوة الأعزاء. بويا مستهل بسيط، رفعوا إيديكم وصوتكم ساعدوني. يلا ختامها مسك. يا محمد الجواد إنه باب المراد. هذا المستهل مالك. ضب لي إيدك على صدرك، ارفع لي إياها. خل اسمع هذا الصوت. يلا بويا ترى مجلس الأحرار مجلس من زمان وبركة الإخوة العاملين وهذا زرع طيب. شيل لي إيدك لبيك يا حسين.